أرى النقاد تقرير على مشوار موسيماني في مواجهة الزمالك يا شريف، ويبدو أنه راجل، هو راجل حقيقة في كل المواجهات الكبرى بيقدم مردود يعني بيزاك. محترم جدا بصراحة، يعني ما بيغزلش الجمهور بيزاك. سواء في كأس عالم أندية، سواء في بطولة أفريقيا أو بطولتين أفريقيا، الوداد بره، الترجي بره، أنا بكلمك على ماتشات كنا دايما جمهور أهلي بيبقى تخوف يعني شايل همها، بتروح بتلاقي نفسك بتقدم ولا اروع. وداد في الرباط، في كازابلانكا، الترجي في رادس، الزمالك في القضيه، ممكن فيتا يعني كلاب بره 3-0، فيتا وفيتا كلوب كلاب في النسخه اللي قبل اللي فاتت من افريقيا. فالراجل في المواجهات الكبرى حاضر، وارقامه مع الزمالك سواء في الفتره اللي تولى فيها مسؤوليه سان داونز وحقق لقب بطوله افريقيا مع سان داونز على حساب الزمالك او مع النادي الاهلي، بتقول انه الراجل ده متمكن جدا وحافظ جدا وعارف ازاي يلعب فريق الزمالك. هو موسيماني شاطر شاطر لما بيبقى عنده وقت، يعني هنلاحظ ان في كل مره موسيماني اخد ايام كويسه قبل اي ماتش ذاكر كويس اشتغل كويس. انا سالت سؤال من فتره لحد حد يعني كان شغال في سان داونز او ستيل شغال في سان داونز، هو موسيماني كان معاه كام محلل اداء؟ كان معاه 4 في سان داونز. في سان داونز في النادي الاهلي معاه 2. فهي الفكره انه واضح ان الراجل بيعتمد بشكل كبير جدا على المذاكره، وواضح ان عدد الافراد بيفرق معاه. فدي نقطه بالنسبه لي مهمه. ماتش الزمالك او كل الماتشات الكبيره اللي موسيماني ذاكرها كويس قوي اشتغلها كويس قوي، ولو جينا بصينا هنلاقي مفيش ماتشات شبه بعض. يعني ماتش الترجي الشغل اللي عمله مثلا مع رامي ربيعه في الاوي سان داونز مش نفس الشغل اللي عمله مع حمدي في الاوي ترجي، مش نفس الشغل اللي اشتغله في مباراه مثلا النهائي القرن، مش نفس الشغل اللي اشتغله مع حسين وفي ماتش الوداد. فهنلاقي ان كل مباراه هو الراجل بيحط لها حاجه. ايوه. لما بياخد وقت، فواضح ان الوقت بيفرق معاه، وواضح ان ده كان اول تصريح ليه. الوقت الوقت في صالحه المره دي؟ المفروض 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 ان عنده عدد ايام كفايه. كابتن اشرف عملت حركه كده.